مولانا يمشون دوم هو والإمام علي. أكو فد واحد يهودي، هذا كل ما يمرون من ينبابه يصعد فوق السطح يلقي عليهم القمامة يومية. الإمام والنبي يمشوا ما يحجوا، يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر يومي هذا يجمع قمامة بيته ويذبح على النبي والنبي ما يحاجي. فد يوم مر نبي ويا أمير المؤمنين، هذا مذب الزبالة ماكو، هسه هذا يعني مذب الزبالة خلاص خلي ولي. قال يا أبا الحسن ما لهذا اليهودي لم يعتدي علينا اليوم؟ شو هذا صاحبنا ماكو، شو اليوم مو من عوايد هذا يوم يتجاوز علينا، امضي بنا كي نسأله. راحوا البيت دقوا الباب عليه، خرجت زوجته تبين هو ما أدري متمرض أو شيء من وراء الباب. من؟ قال أين زوجك؟ هاي ما جاوبت، رجعت لزوجها قالت إن على الباب رجل عليه هيبة الملوك وسيماء الأنبياء. قال ويحك ذاك محمد جاء شامتا، جاي شمت بيه دربية مريض وجاي شمت بيه، زمليني غطيني حتى ما أبين أنه أنا أرجف. دخل علي النبي، قالت له تفضل. دخل علي النبي والإمام علي شافوه مدت هذا، قال له خيرك؟ شو اليوم مو من عوايدك، لا تجاوزيت لا سبيتني لا غلطيت لا ذبيت علي القمامة، شو مو خو ما بيك شي، خو ما محتاج شي. شافه مدد قال له يبدو عليك مريض، إلهي أشفه يا الله. عجيب، تدعي لي طيبك حتى باشر يذب عليك الزبالة؟ هذا بعد شو يصير بي يعني؟ تخيل شو يقول له بعد باو عليه؟ قال له يا محمد انت تدعي لي حتى طيب؟ قال يدعي لك حتى طيب، انت بالنتيجة انسان. قال اللي بدي يصير وياك شو يسوي؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.